كنتي مبتدئ كون كيما كنتي في هذا الفيديو هذا، واخا تكون يلاه شاد الجيتار غادي نعلمك كيفاش تلعب سولو. صافي سولو، وغادي نلعبو في المقام ديال الحجاز. انت ما غاديش دير هكا، يعني انا شديت هنا باش شد انت في الاول في الجيتار، يعني في هذاك المربع الاول عندك في الجيتار. صافي احفظ معايا خاوي، هذا اللي تحتاني خاوي، في واحد أربعة خمسة سبعة ثمانية عشرة 12. يلا عاود ندار خاوي، هذا خاوي، واحد أربعة خمسة سبعة ثمانية عشرة. هاد الارقام هادو بدا منين ما بديتي، واخا تبدا 4 5 1 غادي تلعب سولو، فهمتي؟ يعني انت غادي تلعب مثلا ماشي مشكل الا ضربتي واحد جوج المرات، المهم هاد الترتيب ما تخرجش عليه، فهمتي؟ بيجي تبدا مثلا 8 7، فهمتي؟ يعني انت 4 5 6 7 8 بتبدا من هنايا مزيان عادي.